كمل كمل يا ابو نونو كمل. سيدي بعد ما راحت الدكان بالقص صفيت بلا شغل، وانا عندي كوم لحم بالبيت سيدي. لحم بعظمه ولا هبره؟ كمل كمل ابو نونو كمل. وانا يا سيدي عندي ولد معاق بالبيت عمره 14 سنه، ولحد هلا العفو منكم يعني بيعملها تحته. الكبيره ولا الصغيره؟ تنتين سيدي. تنتين. حاجه رح يسقوا قواصي من الضحك. ابو نونو حاجه كرمال الله حاجه. يا جماعه ما معقول النكت اللي بيحكيه ابو نونو افضل بألف مره من نكت ابو كباسي. شو جاب خشاب يا عمي؟ فعلا هذا تعنا اكثر. يا سيدي انا ما عم نكت. شايفين يا جماعه كل حلو فيه انه متواضع. شو كنت عم تحكي لك؟ سيدي انا عم احكي عن همومي. فظاعه يا جماعه، ليش صايره هموم الناس بتضحك؟ شو طلبك انت يا سيدي؟ الله يخلي لي اياك يخلي لك اولادك، يعني بدي تتكرموا وتدبروا لي وظيفه اكل منها خبز انا واولادي. ولا يهمك، مشكلتك محلوله. شو رايك تتوظف عندي هون بالفيلا؟ كتر خيرك يا سيدي، بس عفوا يعني شو بدي اشتغل هون مولانا؟ مثل ما عم تشتغل هلا، انت بتحكي ونحن بنضحك. برافو، جبت مروان بيك، برافو عليك، وراتبه علينا نحن ثلاثه. ايه ايه، شو رايك بقى يا ابو نونو؟ سيدي اذا بدكم تضحكوا عن جد انزلوا لعنا على الحاره، في الف واحد مثلي بتشوفوا هموم الناس بعينكم سيدي. تضحكوا عن جد وبدون ما تدفعوا قرش واحد. بلاش يا سيدنا بلاش.